أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على أهمية مسابقة القرآن الكريم في التحفيز والتشجيع على حفظ كتاب الله والعمل به، مشيدا سموه بتنظيم قوة دفاع البحرين لمسابقة القرآن الكريم في نسختها 29، والتي تؤكد على اهتمام قوة دفاع البحرين لمثل هذه المسابقات التي تخدم كتاب الله تعالى والعلوم الإسلامية بما يليق بمكانتها العظيمة. جاء ذلك لدى رعاية سموه حفل ختام مسابقة قوة دفاع البحرين الكبرى 29 في حفظ القرآن الكريم وتجويده والعلوم الإسلامية، حيث كان في استقبال سموه اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوة البشرية، واللواء الركن عيسى محمد الرماحي قائد القوة الخاصة الملكية ومدير الإرشاد الديني، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، حيث أعرب سموه عن سعادته بتكريم هذه النخبة من المتنافسين على حفظ كتاب الله والعلوم الإسلامية، وبارك سموه للفائزين شاكرا للجميع مشاركتهم في هذه المسابقة، وأثنى على جهود مديرية الإرشاد الديني في إقامة هذه المسابقة للعام 29 متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى العميد مرشد ديني سالم علي البوعينين مدير الإرشاد الديني المشرف العام على المسابقة كلمة رحب فيها بسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة، شاكرا سموه على رعايته للحفل الختامي للمسابقة، كما شكر القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين على دعمها لهذه المسابقات، مؤكدا على أهميتها في زيادة روح التنافس والحث على حفظ وتدبر القرآن الكريم ودراسة العلوم الإسلامية لمنتسبي قوة دفاع البحرين. ثم ألقى العقيد الركن أحمد عيسى البوسميطة كلمة للمشاركين بالمسابقة، أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على رعايته الكريمة ولقوة دفاع البحرين التي أتاحت لهم هذه الفرصة، مشيدا بجهود إدارة الإرشاد الديني في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية. ثم تفضل سموه بتكريم أعضاء لجنة التحكيم وتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، كما تم تكريم سلاح الجو الملكي البحريني الوحدة الفائزة بأكثر المشاركات والوحدات المشاركة. بعدها قدمت لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من قبل مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية.